النقاط اللي خرجت بيها الدراسة أعتقد أنها نقاط كلها مهمة. صانع القرار لازم ياخدها في الاعتبار. أهم هذه النقاط أن في درجة عالية من التشغيل المنقوص أو العمل غير الكامل، بمعنى الناس بتشتغل أقل من عدد ساعات العمل اللي المفروض تشتغلها، فلازم نراعي ده وناخد ده في الاعتبار. أن الأرقام الخاصة بالبطالة صحيح هي متوسطات منخفضة نسبان، بس التفاوتات داخل هذه المتوسطات ممكن تكون كبيرة، وبالتالي مشكلة البطالة ما زالت مشكلة قائمة ومطروحة، ولازم الحكومة تضع من السياسات اللي هي تحاول انها تعالجها. عندك مشكلة تراجع مشاركة الإناث في سوق العمل، ودي ظاهرة غير صحية لأنها ممكن يكون لها انعكاسات سلبية بعد كده على تعليم البنات في المستقبل. ان الأهالي يحسوا ان بناتهم بتتعلم بس مش بتشتغل، طب تتعلم ليه؟ فلازم الحكومة تضع منها السياسات اللي هي تشجع على تشغيل الإناث، لأنه الظاهرة بقت متفاقمة اللي هي بطالة الإناث. لاحظنا أيضا أن وجود درجة عالية من عدم الرسمية في السوق المصري، وبالتالي مطلوب أنه تعالج هذه القضية. القضية دي قديمة حديثة، بمعنى احنا بنتكلم فيها من مدة طويلة قوي، قضية القطاع غير الرسمي، ومفيش قرارات حاسمة بتؤخذ فيه. اعتقد انه لابد ان الاوان ان هو يبتدوا ياخذوا قرارات في تغيير الاطار المؤسسي اللي بتعمل بيه هذه المشروعات بصفة عامة، وبيعمل بيه القطاع الخاص بصفة عامة. احدى النقاط اللي احنا شفناها برضو في النتائج ان معدل البطالة مرتفع للغاية في محافظات الوجه البحري اكتر من محافظات المدن الكبرى والوجه القبلي، وبالتالي في رسمها للسياسات لازم تأخذ هذه الظاهرة في الاعتبار، ظاهرة متزايدة والبطالة أعلى بوضوح. ففي مجموعة كتيرة الحقيقة من النقاط اللي وصلت لها الدراسة دي اللي تفيد قوي صانع السياسة فيما يصنعه مضعه من السياسات خلال الفترة الحالية.